يا جدعان يا جدعان، اقسم بالله اقسم بالله بجد، الواحد تعب، الواحد تعب بجد مع سيناريوهات ريال مدريد بالذات. ريال بايرن سانتياغو برنابيو، سيناريوهات تتعب، سيناريوهات بجد تجيب صداع، سيناريوهات تجيب الضغط. ريال مدريد ده دي بالظبط السيناريوهات بتاعته، وبالاخص كده في دوري الابطال مش في اي حاجه تاني، سواء بقى في كل الادوار الاقصائيه لازم لازم يحصل سيناريو كده اغرب من التاني في كل ماتش، سواء قدام سيتي قدام بايرن السنين اللي فاتت حاجة غريبة، حتى قدام لايبزيج وحياتك والله العظيم بجد كان في سيناريوهات غريبة. يعني تخيل الريال يكون خسران 1-0، يعني تقريبا الفونسو ديفيس كان جايب الجون في الدقيقة 68، بعدين الريال يجيب جون في الدقيقة كام؟ 88، التعادل جاي في الدقيقة 88 والفوز جاي في الدقيقة 91. فانت متخيل بقى يعني كمشجع مدريدي واحد زيي، بص العالم حتى ورايا اهو، كمشجع مدريدي الواحد بيبقى قاعد عامل ازاي؟ انت متخيل يعني؟ طب انت يعني مش عارف، في ثانيه كده مخك يجي له ايرور. ده اللي احنا معتادين عليه من ريال مدريد دايما، سيناريوهات تجيب لك ضغط، ترفع ضغطك، ده لازم اجباري كده يعني، سيناريو الضغط بتاعك لازم يرتفع. هو ده الريال، وده جمال الريال بقى يعني، فاهم حاجه؟ دي احسن حاجه في ريال مدريد، دي اكتر حاجه بجد تخليك تحب ريال مدريد من قلبك يعني.